السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلم. نواصلوا الفيديو الثالث حول الخمر في الإسلام، وذكرنا في الفيديو اللي قبل هذه الجانب التاريخي من مسألة الخمر قبل الإسلام وعند ظهور الإسلام وبعد الإسلام، ورغم الحد أو التعزير اللي فرضوا الإسلام أو اتفق عليه أكثر علماء المسلمين حول حد أو تعزير السكران شارب الخمر، لكن رغم ذلك علمنا اللي خلال كل فترة التاريخ الإسلامي لم يتوقف صناعة الخمر وبيع الخمر وشرب الخمر في جميع الخلافات الإسلامية، وإن أشد فترة تم تطبيق فيها التعزير أو الحد هي فترة عمر. اليوم باش نتكلموا عن نقطة ثانية، بعد ذكرنا المسألة التاريخية اليوم باش نتكلموا من ناحية القرآن. قبل ما نتكلموا من ناحية القرآن حبيت نذكر هوني حاجة، إن مش أي واحد يجي ويفسر القرآن، يعني هناك شروط وقواعد واضحة في الإسلام باش تنجم تفسر القرآن. من هذه الشروط هو المعرفة الدقيقة، يعني هي أول شروط، باللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، والعربية القديمة والعربية الجديدة الحديثة، يعني لازم تعرف معناتها المصطلحات اللي مستعملة توا، وخاصة القواعد الخاصة بالقرآن. يعني ما يكفيش تكون أنت أستاذ لغة عربية باش تفهم القرآن، لا، فما قواعد في اللغة العربية ما تنطبقش على اللغة العربية ولكن تنطبق على القرآن فقط. يعني هذه النقطة الأولى، كان ما عرفتهاش ما تنجمش تفسر القرآن، يعني هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، لازمك تعرف القراءات، أنواع القراءات، تاريخ نزول القرآن، يعني كيفاش نزل، ترتيب نزوله، لازمك تعرف معناتها علوم القرآنية اللي هي عديدة، منها النسخ والمنسوخ، ومنها أسباب النزول، ومنها يعني الظروف اللي حول كل آية. ما دام ما عندكش علم بالعلوم القرآنية ما تنجمش تفسر القرآن، يعني هذا شيء طبيعي. مش تجي مثلا آية تقرأها، النص القرآني لا يقرأ كأي معناتها كتاب أو شعر، لأن يعني عنده القواعد نتاعو، فما علوم القرآن. هذه معناتها النقطة الثانية. النقطة الثالثة، القرآن ماهوش وحده، هناك أصول الفقه وأصول الدين، يعني هذه الكل يعني الأمور معناتها مرتبطة بالقرآن، يعني ما تنجمش تجي تفسر القرآن وتفصله على أصول الدين وعلى أصول الفقه وعلى معناتها الحاجات اللي مرتبطة به، ماهوش حاجة هو مستقلة لوحده. ما تجيش تقول أنا أعطيني كان القرآن ولو حالي الباقي، كيفاش باش تفهم القرآن؟ هنا باش تحرفوا على معناتها الإطار اللي توضع فيه. هذه معناتها نقطة ثالثة مهمة. النقطة الرابعة والأخيرة هو أنك تكون فيك شروط، كيما مثلا الإسلام، حسن الإسلام والثقة والعدل وغيرها من الشروط التي تجعلك إنسان يعني يمكن أن يأخذ بقولك. رغم اللي أنا درست علوم القرآن وعلوم الدين ومعناتها وعلوم الفقه، ونجم يعني نفسر يعني القرآن على حسب المعطيات هذه، ولكن لأنني ليس مسلم، يعني في الوقت الحاضر ليس مسلم، لا يجوز لي أن أفسر القرآن، بل أعود للعلماء اللي هما مختصين في هذا المجال واللي عندهم معناتها الرأي نتاعهم واضح، اعتماد على العلم اللي تعلموه في تفسير القرآن، سواء القدم سواء الجدد. والنجم نفرق من بين معناتها عالم إسلامي يفسر القرآن على حسب ما يسمى روح الإسلام وروح القرآن، ومن بين واحد يفسر على حسب هواه. والقرآن في عدة آيات يحذر
معناتها تغيير الكلمة عن موضعها، أو مثلا تتبع الهوى. والأحاديث تؤكد من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومعناتها حتى محمد عندما كان يسأل كان يترقب على حسب الإسلام، فهمت؟ معناتها يترقب معناتها تفسير جبريل للآية. وكانوا على طول التاريخ الإسلامي كان معناتها تدقيق في المسألة، مش هكاك يجي واحد أي واحد يقول لك أنا أستاذ لغة عربية ولا حتى شيكون يجي يفسر لك القرآن. لا، فما قواعد وفما أسس. هذه مسألة مهمة حبيت نذكرها باش تكون الأمور واضحة. باش ما نمشيوش بعيد، احنا عندنا في القرآن أربع آيات تتكلم على الخمر أو المسكر. عندنا آية مكية وعندنا ثلاثة آيات مدنية. الآية المكية الأولى، احنا نحاولوا باش نذكروا الآية المكية اللي وقع فيها خلاف كبير من بين العلماء بتاع المسلمين، ولكن الإجماع يعني الخلاف هذا كان لجماعة فقط، بينما الإجماع الرأي متاعهم واضح. احنا نعرفوا إن الإجماع هي معناتها حاجة أساسية في الحكم. يعني محمد يقول معناتها لا تجتمع أمتي على باطل، يعني عندما هناك إجماع نأخذ برأي جماعة وما ناخذ رأي الشذوذ. احنا نحب نفهم الإسلام من مصادره ومن علماء، ومن جوش نفهم الإسلام من أشخاص آخرين أو أشخاص يتجرؤون أو يدعون على الإسلام ما ليس فيه. لازم نكون واضحين، احنا عندما نجي أنا مثلا وقت نجي ننقد الإسلام ننقد مصادره الأصلية. ما يجيش واحد يقول لي لا أنا نفهم القرآن كك، أنا نفهم هذه الآية كك، كما يعمل القرآنيين وطول نتكلم عليهم. يعني كيفاش ما فيهم حتى شرط من شروط انهم يدعون او يحلوا فمهم ويتكلموا باسم الاسلام؟ لا يحق لهم ان يتكلموا باسم الاسلام. وهذا مش انا نقول، وانما كل المسلمين يعني علماء المسلمين يتفقون ان القرآنيين خارجين على الملة، سواء السنة سواء الشيعة. يعني هذه مسألة واضحة ما نحبش ندخل في التفاصيل. الآية الأولى المكية التي تقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآية اللي ذكرت في سورة النحل آية 67 هي وقع عليها نوع من الخلاف. أنا باش نطرح رأيي. الرأي الأول يجي يقرأ الآية ويفسرها تفسير يخصه هو، حتى الاخرين يعتمدوا على المصادر، بينما اللي يفسر هذه الآية على أنها تحلل الخمر ما عندوش حتى قاعدة يعتمد عليها. يجي يقرأها هكاك ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، ويقول لك السكر هو الخمر، فهمت؟ ورزقا حسنا، ويقول لك اللي الرزق الحسن يعود على السكر، فهمت؟ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ويعتمد على إن في الفترة هذيك ما كانش محرم الخمر، إذا يقول لك الخمر كان حلال. تفسيره يجي بعضهم من العلماء اللي يعني يؤيدون فكرة إن الخمر كان حلال أو مسموح به، يقول لك إن معناتها السكر مقصود به النبيذ، يعني ما أسكر من النبيذ. وهذا المذهب الذي يذهب إلى تحليل شرب النبيذ المسكر، يقول لك هكاك يفسر لك هكاك، فهمت؟ يعني يقول لك إن الخمر كان حلال ثم حرم. ولكن عندما نروح لروح الإسلام وروح القرآن نلقاو هذا مش منطقي. وهذا الرأي نتاع انه يفسر ان المسكر هو مقصود به النبيذ المسكر او الخمر بصفة عامة، فهمت؟ واللي يمشيه على اساس ان الخمر حلال يعني يخرج على اطار الاسلامي، لان الاسلام جاء يعني مرتبط بالديانات اللي قبله المسيحية واليهودية وغيره. ولا يمكن ان يجي الاسلام، فهمت،
يخرج على القاعدة متاع الدين اللي هو يعتبر أنه الإسلام مكمل ومصحح للديانات اللي قبله. إذا الإسلام عندما لم يتكلم على الخمر لا يعني أنه حل، ما فما حتى دليل على أنه حل، باش نكونوا واضحين، فهمت؟ فالآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد أن الخمر حلال. وهنا نعطيه تفسير اللي يقولوا الكلام هذا، خاطر أي إنسان مطلع على اللغة العربية ويعرف اللغة العربية ويعرف الإسلام مليح، فهمت، يعرف اللي كلام هؤلاء الذين يعني يدعون أن هذه الآية تدل على أن الخمر حلال هي مغالطة يقع فيها الأشخاص الذي لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون اللغة العربية، أو من يدعون ذلك يريدون أن يتحايلون على الشرع أو على الإسلام من أجل مصالح شخصية أو مصالح معناتها فكرية، يعني تخص فكرهم هما وكيفاش يغزروا الأمور. من يعرف علم الأصول يعلم أن هناك فرق بين المباح بالنص وبين المباح بالعفو. نعرف احنا قاعدة موجودة في الإسلام تقول لك كل شيء حلال أو مباح حتى تثبت حرمته، وفما أشياء حللت ثم حرمت، كما هناك أشياء كانت حرام ثم أصبحت حلال. مثلا عند السنة عندهم مثلا المتعة كانت معناتها حلال وبعد حرمت وبعد حلت، حتى ان معناتها العلماء يقولوا لم نعرف شيء حلل وحرم حلل وحرم كالمتعة. يعني هذه معناتها بالنسبة للمذهب السني، المذهب الشيعي لا يحرمون المتعة. إذا عندما تعرف الأصول اللي تقوم عليها معناتها قواعد التحريم والتحليل والسكوت وكل هذه معناتها الأمور الفقهية، تفهم اللي هذه الآية لا تدل لا من بعيد ولا من قريب على أن هناك تحليل للخمر بهذه الآية أو قبل تحريم الخمر. هناك أشياء أخرى فهمت غير المتعة، مثلا الرفث إلى الأزواج في الصيام. نعرف اللي احنا في الشرائع الأخرى يعني قبل الإسلام كان واحد وقت يصوم ما عندوش الحق يأتي زوجة، والإسلام مشى على هذاك الشيء في الأول، وكانوا المسلمين ما عندهمش الحق يمارسوا الجنس مع نساهم وقت يبدأوا صايمين، وفما آية تدل على ذلك، معناتها تدل اللي هذاك الشيء معناتها حرام. ولكن هناك آية أخرى جاءت وسمحت للمسلمين أنهم يمارسوا الجنس مع نساهم في الليل خارج وقت الصيام. ما نحبش ندخل في التفاصيل لأن سوف لا ننتهي. في الحقيقة أنا أريد أن أسرع بأكثر شيء ممكن وأوصل الفكرة. إذا هذه الآية لا تدل على أن الخمر حلال، ومن يدعي خلاف ذلك فهو جاهل مع الأسف بالإسلام. هنا نذكر أربع أقوال حول هذه الآية. القول الأول عن ابن العباس: تتخذون منه سكرا، وهنا مقصود بالسكر هو ما حرم. ويقول ابن العباس إن ذلك نسخ بآية تحريم الخمر. وطبعا من جهة جوا. أما الرزق الحسن فما دون ذلك من الحلال. هذا قول أول. القول الثاني الذي يبيح شرب النبيذ، يقول إن السكر مقصود به النبيذ الذي لم يطبخ وإن كان مسكرا. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول إن سكرا هو الخل أو ما هو حلو، وموجودة معناتها في اللغة الحبشة سكرا مقصود به الخل. وهذا رأي، فهمت، رغم اني معناتها لو نشوفوا معناتها سياق الآية ومنطق الآية شوية معناتها ماهوش في بلاصتو، فهمت، يعني أن يكون كلمة سكرا مقصود بها خل أو شيء حلو معناتها مش في بلاصتو، لخاطر هذا هو الخلاف اللي وقع بين المسلمين، هل هذه الآية نسخت أم لم تنسخ. لأن لو ثبت أنها سكرا مقصود به خمر أو ما حرم
من ثمر، معناتها اللي يستخرج من ثمرات النخيل والأعناب، هنا الآية تصبح منسوخة. ولو ثبت أنه السكر مقصود به خل، الآية لا تصبح منسوخة. المشكل هذوما معناتها الآراء الثلاثة، المشكل أن القرآن كلمة سكرا موجودة مرة واحدة. صحيح فما كلمات أخرى تشبه السكر، كما سكرات الموت، كما أهوال يوم القيامة، سكارى وما هم بسكارى، وغيرها معناتها من الآيات، ولكن كلمة سكرا جت مرة واحدة. يعني باش نفسروا القرآن بالقرآن، فما قاعدة في القرآن تقول تنجم تفسر القرآن بالقرآن، يعني كي كلمة ما تفهمهاش تشوفها في موقع آخر وتحاول تقارن بيناتها باش تفهم المعنى الحقيقي للآية. هنا سكرا مع الأسف موجودة كان مرة واحدة في القرآن. القاعدة الثانية هي مسألة اللغة العربية. عندما نروحوا للغة العربية نلقاو أن كلمة سكرا تعني ياسر حاجات. فما يقول لك اللي هي يقصد بها الخل، وفما الحاج اللي يقول لك يقصد بها حتى الطعام، فما اللي يقول لك يقصد بها الطعام. فهمت؟ يعني فما في المفسرين من يقول لك يعني سكرا يعني طعاما، فهمت؟ أو حاجة حلوة. إذا لا القرآن ولا اللغة العربية نجزموا هل هنا مقصود بها سكرا خمرا أو لا. ولكن خلينا نبعدوا على تفسير العربي والقرآني والأمور هذيك، خلينا نبعدوا على تفسير كلمة سكر ونمشيو للآية بحد ذاتها. وقت نمشيو للآية ونقرأوها نلقاوها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. هنا قال تتخذون، لم يقل معناتها أنا أعطيتكم أو أنا رزقتكم أو أنا نزلت عليكم السكر، وإنما تتخذون. يعني هوني نجم نقولوا أن القرآن واضح أنه يصف في حالة، يعني أنتوما تتخذون، يعني هنا وصف حالة، قال أنتوما تتخذون من ثمار النخيل والأعناب سكرا، وتوقف عند هذاك الحد. ثم قال ورزقا حسنا. هنا الرزق الحسن ما نجموش نربطوه بالسكر، على خاطر وتنجي أنا نقول الصباط أو الحذاء متكون من جلد وكتان، فالكتان ليس له علاقة بالجلد، وإنما الكتان يعود على الحذاء والجلد يعود على الحذاء. هذه مسألة واضحة في اللغة العربية. يعني اللي يجي يفسر يقول لك المقصود بالرزق الحسن هو السكر، هذا تزوير للغة العربية وعدم فهم للغة العربية. إذن هوني أول شيء أن هذه الآية تخبرنا بما يقوم الناس ويفعله في ذلك الوقت، يعني هما الذي يتخذون. كان جاء الخمر حلال راهو قال مثلا سكرا حسنا أو سكرا طيبا، ما قالش، قال سكرا، ثم قال ورزقا حسنا، وهنا الرزق الحسن يعود على ثمرات النخيل والأعناب اللي هي الزبيب والخل وغيرها من هذه الأمور، والمنافع المادية من هذه الأشياء الحلال. إذن هذه معناتها المسألة الأولى في ما يخص هذه الآية. إذن الأقرب لروح الإسلام، وسوف نفهم ذلك خلال الآيات اللاحقة وعلى حسب معناتها تفكير، كلمة سكر القول إنها كانت معناتها المقصود بها خل أو شيء حلو، ما هيش في بلاصتها. الأقرب لروح الإسلام إن الآية تخبرنا بحالة وذكر السكر وتوقف عند ذلك وذكر الرزق الحسن الذي هو غير السكر. فهمت؟ هذا هو الأقرب للمنطق. كل إنسان حر، أنا راح تركم الفكرة بصفة عامة وتنجم تحب معناتها تلعب بالقرآن وتعمل يعني أي آية في القرآن نجم نلعب بها كما نحب، خاصة اللغة العربية لغة معناتها مرنة. فهمت؟ فما كلمات عندهم ياسر، هذاك علاش لازم معرفة، لا يكفي معرفة اللغة العربية، لازم تعرف الجذور تاع الكلمات. ورغم ذلك
اللغة العربية تأثرت كثير بالقرآن. يعني ما نجموش نعرفوا اللغة العربية الأصلية كيفاش هي، ومعناتها وتكلم عليها مع طه حسين في تزوير الشعر الجاهلي، ونعرفوا اللي احنا المسلمين في الأول يعني بدلوا ياسر حاجات، وخاطر القرآن في الحقيقة شارك في خلق اللغة العربية اللي نعرفوها توا. فما ياسر حروف تم إضافتها، استعمال حروف غير عربية في الأصل، وغيرها من الأمور، والشكل وغيرها وغيرها اللي تخلي الأمور جدا معقدة لفهم ما قصد به في ذلك الوقت. ولكن نمشي على إجماع العلماء، السنة والشيعة يقولوا إن سكرا، فهمت؟ لا، هذه الآية لا تدل على أن الخمر كان حلال وإنما كان مسكوتا عليه. إذن هذه الآية واضحة. نمشي للآية الثانية. الآية الثانية في سورة البقرة هي نزلت في السنة الثانية أو الثالثة هجرية. نعرف وإحنا المسلمين وتمشاو للمدينة لقاو اليهود مسيطرين سيطرة كاملة على صناعة وبيع الخمر وعلى الميسر، وكانوا المسلمين في بداية الدعوة يخسروا ياسر فلوس من أجل شراء الخمر والميسر، وكان هذيك تروح أرباح كبيرة لليهود، أرباح كبيرة لليهود، يعني المسلمين يخسروا فلوسهم واليهود يزيدوا يستغناوا. هذاك علاش معناتها تم بعد عامين 3 سنين واستقروا المسلمين في المدينة سألوا محمد في الخمر، وفما رواية تقول إن عمر معناتها هو الذي معناتها سأل محمد أن يستفتي معناتها في الخمر ويسأل شنو رأي الإسلام في الخمر. نزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثما كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذن هذه الآية لو نلاحظ نقرأوها يعني معناتها هذه ما فيش فيها خلاف، هذه الآية فهمت، هذه الآية متفقين الكل إن حتى اللي معناتها يقول إن الخمر حلال فهمت يتفق إن هذه الآية واضحة ما فيهاش خلاف إن الخمر فيه إثم كثير ومنافع للناس. كان المعتقد في ذلك الوقت إن الخمر فيه منافع للبدن، وهنا نلاحظوا حاجة، هنا يستعمل كلمة إثم ومنافع، وهنا في القرآن لو نرجع ما فرق ما بين إثم ومنافع. الإثم هو معنوي والمنافع هو مادي، وكانت المعتقدات في ذلك الوقت إن الخمر يسهل الهضم وينشط العقل ويقوم بعدة أشياء فهمت، يعني باهية البدن كي يكون معناتها الشرب منه بطريقة معتدلة فهمت. والإثم هو الذنب، نعرف احنا في القرآن كلمة الإثم موجودة كثير، هو الذنب، حتى الشرك يعتبر إثم، إذا هو معنوي. هنا الآية تقول فيهما إثما كبيرا، إثم كبير، لم يتوقف على الإثم فقط بل قال إثما كبيرا ومنافع للناس، والإثم نتاعهم أكبر من المنافع. يعني شو نقارنوا الإثم هنا؟ الإثم يدخل فيه المعصية، يعني فما اللي بعد نزلت هذه الآية من توقف على الخمر من المسلمين على خاطر هذه معناتها نوعا ما منطقيا عندما نقول لك هذه الحاجة باهية وخايبة لكن الخيوبية ياسر، من المنطقة انك تبتعد عليها خاطر انا مفهمش توازن. اذا هذه الآية تدل على ان الخمر حاجة منبوذة في الاسلام، فهمت؟ يعني بداية مرحلة هو محرم الخمر كما قلت لكم، لم يقع تدريج بالمعنى التدريج، لا يعني ان الخمر كان حلالا ثم حرم اقل ثم حرم اقل ثم حرم اقل، لا، الخمر في الاصل هو حرام، ولكن الإبلاغ عن حرمته هي التي وقع فيها التدريج. في الأول ذكر سكرا ولم يقل حسنا ولم يؤكد أن الخمر معناتها حاجة أنتم تتخذوها، ثم جاء وقال إن إثمهما أكبر
من نفعهما. وهنا كثير من الصحابة توقفوا عن شرب الخمر، ولكن عندما قرأت هذه الآية على عمر لم يكتفي بذلك، وذهب وعاود سأل محمد قول لنا رأيك في الخمر. هذه الآية كما قلت لكم هناك من اعتبرها تحريم، لأن الإثم حاجة خائبة. فما آية تقول وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فما كثير من القرآنيين أو من يحللون الخمر يقول لك ما فماش لفظ حرام في الخمر، يعني لم يقل حرم عليكم الخمر، ويبدأوا يتحدوا أتينا بآية واحدة تحرم الخمر. لا، فما لفظ لكن ليس بطريقة مباشرة. والذي يفهم القرآن يعرف أن وقت يجي في آية، حتى المنطق يجي في آية ونقول لك اللي هذا إثم، ثم نجي نقول لك حرم الإثم، شو معناه؟ أليس هذا تحريما صريحا وإن كان غير مباشر؟ إذن هذه الآية الثانية التي تحرم الخمر وإن لم تكن حرمة مباشرة. الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية اللي هي سورة النساء 43 هي عندها قصة أن عبد الرحمن بن عوف عمل حفلة وجاب الصحابة وكلاو وسكروا وشربوا كل شيء، وسكروا شربوا الخمر وسكروا، ومن بعد مشاو يصليوا في المغرب ولا العشاء، المغرب نظن، وقرا عليهم معناتها في الـ في الـ في الصلاة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكن نسى إلا قال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، على خاطر كان سكران. وعلم محمد بالمسألة ونزلت هذه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا السكر كما قلت لكم أنا سكارى مقصود بها بالسكارى وما هم بسكارى، فهي النجم نقول آية عامة لا يقصد بها إلا الخمر. يعني ما تجيش تصلي وانت ماكش مستعد نفسيا، أو مثلا سكران، أو ماكش في صحنك اللي بالطريقة اللي ما تعرفش شنو تقول، ولا تعبان، أنت تعبان ياسر، كنت تخدم تعبان اللغة، ولا تحب ترقد. إذن هوني الآية هذه صحيح تشمل الخمر والنهي على الصلاة وانت سكران، ولكن تشمل زادة أشياء أخرى، التعب، الحالة النفسية، غيرها من الأمور التي تخرجك عن إطار الصلاة. وهذه الآية عندما نزلت فما ياسر وقفوا شرب الخمر. لماذا؟ لأن تعرف أنتم في الإسلام فما خمسة صلوات، إذن وتعرفوا اللي الإنسان وقت باش يسكر يحب له ساعتين ثلاثة هو يشرب باش يسكر، إذا ما نجمش يسكر الصباح، وكان سكر الصباح باش يصلي الظهر هو سكران ما نجمش، إذا ما لازموش يسكر الصباح. عند الأول نصف النهار ما نجمش يسكر على خاطر عنده العصر، فالعصر ما نجمش يسكر خاطر عنده المغرب، في المغرب ما نجمش يسكر خاطر عنده العشاء، في العشاء ما نجمش يسكر حتى كان باش يسكر ترسيله ما يرقدش، ويمكن يلحق عليه صلاة الصبح وهو سكران، إذا ما نجمش يصلي صلاة الصبح. يعني وقت نشوفوا احنا اللي المسلم عنده خمسة صلوات وهذه الآية تقول له لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهمت؟ تدل على أن ما نجمش يشرب، ما عندوش وقت باش يشرب. ولكن هذه الآية زادة كان شربت كاس وزوز وانت مازلت ما سكرتش، يعني عادي تنجم تتصرف من دارك العقلية. هذه الآية معناتها ما تحرمش على الإنسان إنه يصلي وهو شارب كاس ولا زوز، يعني هذا في الأول. في الأول كما قلت لكم هذه الآية وقت نزلت فما ياسر وقف الخمر، أما فما اللي ما وقفش منهم عمر اللي مشى
محمد وعاود سأله مرة أخرى، قال له أفتينا في الخمر. مخدر عمر كان سكاشي. نزلت الآية الرابعة والأخيرة، وهي نزلت تقريبا هي معناتها في سورة المائدة آية 90 91. وسورة المائدة نعرف هي من السور الأخيرة التي نزلت في القرآن، يعني في آخر الدعوة المحمدية قبل موته بعام عامين، يعني فترة قريبة. وهذه الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذه باتفاق أغلب العلماء الآية الصريحة الواضحة البينة التي تحرم الخمر تحريما كليا. هنا في الآية الثانية قال إن الخمر فيه إثم كبير، ومعنتها والإثم متاعه أكثر من نفعه متاعه. هون زاد وصف آخر للخمر هو الرجس، ونعرفوا احنا الرجس من عمل الشيطان، فهمت؟ يعني نعرفوا الرجس من عمل الشيطان، ويقول الآية يعني هنا قال الرجس ومن عمل الشيطان، باش يزيد يأكد أن هذا رجس نجاسة. نعرفوا الرجس في اللغة العربية وفي القرآن وفي الإسلام، شنو معناها الرجس؟ حاجة خايبة ياسر، يعني حاجة خايبة ياسر. وهنا معناتها يقول الخمر رجس. هناك آية في القرآن تقول على الشيطان من تولاه، تولاه مقصود بها الشيطان، فإنه يضله ويهديه لعذاب السعير، يعني يهدي الإنسان لعذاب السعير. وفما آيات تقول ما تتبعوش خطوات الشيطان وتنهي على اتباع خطوات الشيطان، وغير الأحاديث وغيرها التي تطلب منا الابتعاد عن الشيطان. هنا فما قصة صغيرة موجودة عند الشيعة، يقول لك عندما آدم نزل من الجنة طلب من ربه أنه يعطيه نبات من نبات الجنة، فهبط له شجرة بعض الأشجار من شجرة العنب فزرعها. وقتها كبرت وطلعت العنب، جاء الشيطان الحواء ولا الآدم، هي الرواية تقول الحواء، وطلب منها قالها راني جيعان ميت بالجوع أعطيني ناكل من العنب هذا. يا أخي قتلوا لا، يا أخي قال لها به غير النص، يا أخي سخفها ولا كيفاش، عطاته هو حطها في فمه وهو حب يأكلها وهي جبدتها له، فهمت؟ فتقول هذه الرواية الموجودة في بحار الأنوار أن الشيطان مص ثلث الماء نتاع العنب، وهذاك هو اللي يجي منه الخمر، فهمت؟ هو اللي يجي منه الخمر، خاطر تجي تغلي العنب يمشي الثلثين نتاعو يبقى الثلث، هذاك هو الخمر. فيقول لك ما مص الشيطان من ماء العنب هو الخمر، والباقي هو حلال. هذه رواية يعني ذكرتها باش يعني هي رواية شيعية مش رواية سنية. إذن هوني المسألة واضحة، الآية واضحة وضوح الشمس، فهمت؟ إذن من أسباب نزول هذه الآية أو الآيتين من سورة المائدة، والتي كانت يعني في آخر الدعوة المحمدية، أنه وقعوا ياسر حوادث، وتعرف الدولة الإسلامية بدأت تكبر بدأت تتكون، والخمر رغم اللي معناتها النهي والذم ووصفه بإثم كبير وغيره، هناك كثير من الصحابة لم يتوقفوا بعد عن شرب الخمر، ومنهم عمر الذي طلب من محمد مرة أخرى أن يحسم في مسألة الخمر ويقول رأي الإسلام بكل صراحة. هناك حادثتين يعني وقعت في المدينة اللي جعلت هذه الآية تنزل، منها مرة الأوس والخزرج سكروا وتعاركوا وتضربوا بالعظم، وكانوا باش يخرجوا السيوف ويتقاتلوا، فهمت يعني، وقع منهم خلاف نتيجة السكر. هذه حادثة معناتها كبيرة وقعت في المدينة.
وفما حادثة ثانية أذكرها التاريخ، هي قصة سعد بن أبي وقاص مع الأنصار نتيجة السكر، وقع خلاف من بيناتهم وبدأت المشاكل، معناتها تصور تكوين الدولة الإسلامية مع وجود الخمر اللي معناتها مازال يتباع ومازال يشربوه بعضهم، فهمت؟ بدأت تعمل في مشاكل في الدولة الإسلامية، ولهذا فهمت تم نزول هذه الآية الواضحة والبينة والحاسمة في مسألة تحريم الخمر، رغم أن الذين يذهبون إلى أن الخمر غير حرام ويعتمدون معناتها أن مكروه ليس حرام، يقولون أن هذه الآية تتكلم على الاجتناب. الاجتناب يعني الابتعاد، وأنا مانيش فاهم يعني كيفاش يفهموا المسألة هذه، خاصة أن الآية ما هيش تتكلم كان على الخمر، تتكلم حتى على الميسر وعلى الأزلام وعلى معناتها حاجات أخرى اللي تعتبر كبيرة جدا في الإسلام والتي تعتبر محرمة أصلا. طيب يقول لك الميسر يقول لك نجي نلعب مثلا الورق مع شخص ما غير فلوس مش حرام، أي مش حرام على خاطر مش هذيك معناتها الميسر، مش هذاك الميسر لازم يكون بالفلوس. كيما تجي تشرب خمر أو حاجة معناتها نبيذ ماهوش مسكر ماهوش حرام، بينما النبيذ عندما يصبح مسكر يصبح حرام. إذن القول أن الاجتناب لا يدل على الحرمة فهو قول ضعيف ولا يعتمد عليه في المراجع الإسلامية. نعود نقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا، يعني هنا تأكيد للمسلمين المؤمنين المخلصين، فهمت؟ إنما الخمر والميسر، الميسر والقمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس من عمل الشيطان، يعني فما آيات تقول لك اجتنبوا الشيطان كما قلتها. إذن هنا لازمك تجتنب، وهنا الاجتناب أكثر من الحرمة بل الابتعاد. وتنجي نقول لك أنا اجتنب الذهاب إلى ذلك المكان، أليس إني أمنعك؟ واضح، ما قالش مثلا، ما قالش معناتها حاجة معناتها واضحة، أي إنسان يفهم العربية يفهم الاجتناب هو الابتعاد كليا، وخاصة إن هنا لم يذكر الخمر وحده، وإنما ذكر الميسر اللي هو القمار بالفلوس والأنصاب والأزلام. يعني هنا اللي يقولوا هنا معناتها الخمر مقصود به غير مكروه وإن الاجتناب لا يعني الحرمة، يعني يسمحوا بالقمار زادة والأنصاب والأزلام، يعني منطقيا مادام عند علاش ما تتوقفوا كان على الخمر، علاش توقفوا كان على الخمر؟ اذا هنا مساله واضحه. شنو تقول الايه الثانيه؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. وهذا ما وقع في المدينه، انهم تعاركوا وجاوا باش يشدوا السيوف على بعضهم وتضاربوا بالعظم وتضاربوا بال كيما نقولوا احنا بالاحذيه وبالايادي، وكانت باش توقع مصيبه في المدينة من بين معناتها الأوس والخزرج. يعني هذه معناتها ظاهر إنما يريد، يعني هنا يعني اللي يشرب الخمر يريد الشيطان أن يخلق له مشاكل، فهمت؟ وهنا نشوفوا أخذك معناتها شنو تقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هنا تأكيدا مرة ثانية على الخمر والميسر، ولم يذكر الأنصاب والأزلام لأن هذيك أمورها واضحة. من الجمش يجي يقول لك اللي حلل الخمر ان الانصاب والازلام حلال او مكروهه، من الجمش هذيك واضحه، ولكن الذي معناتها يشك واللي يحب يخرج كلمه الخمر والمعناتها والميسر من اطار الايه ويقول انها مكروهه والانصاب والازلام هي حرام، يزيد ياكد له هون القران: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم معناتها بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. لأن ديما واحد وقت يشرب ولا وقت يلعب القمار يخسر ولا يعني توقع مشاكل، وهذا أمر عادي. يعني القرآن ما جابش حاجة جديدة، راه القرآن لم يأتي بشيء جديد في هذه المسألة، فهمت؟ وهنا يزيد يعاود يأكد: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. على خاطر واحد وقت يبدأ سكران ماهوش باش يذكر ربه، باش يذكر حاجات أخرى. والصلاة هنا يؤكد أن وقت جيت قلت لكم أنا على الآية اللي معناتها لا تقربوا الصلاة السكارى، يعني نزيد نعاود نأكد لكم هوني، راهو الخمر يلهيكم على الصلاة، خاطر وقت تشربوا ما تنجموش تصلي ولا خاطر تكونوا سكرانين.
فهل انتم منتهون؟ وهنا يا سيدي عاود ياكد، يعني هذا توبيخ، يعني نجي نقول لك انا ما تمشيش للبلاصه هذيك ومن بعد نشوفك انت عاودت مشيت نقول لك ماكش باش توقف. يعني اي انسان عادي، يعني هذه الايه في الحقيقه في مساله تحريم الخمر في الاسلام مساله واضحه، وهذوما اللي يقول لك معناتها السكر المقصود به نبيذ المسكر وهو كان حلال، وان هذه الايه فاجتنبوه لا تعني الحرمه، وان الايه الاخرى اللي تقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ماهيش تدل على الحرمه، وان فيه اثم كبير ومنافع لا تدل على الحرمه، هما اشخاص خارج السراب وخارج المنطق وروح الاسلام ومبادئ الاسلام الواضحه اللي فهموها الصحابه. على خاطر بعد نزول هذه الايه ما عادش عمر ما عادش مشى لمحمد وقال له افتينا في الخمر او قول لنا شنو رايك في الخمر. الصحابه توقفوا، شنو وقع وقتها؟ ارجعوا للتاريخ شوف شنو وقع. الصحابه اللي عنده خمر كبوا معناتها لوحوا، واللي عنده معناتها قارورات خمر كسرهم، وتم تنظيف المدينه من كل ما هو خمر، ولم يعد معناتها يباع في المدينه ولا يشترى ولا يشرب، معناتها في المدينه تم تنظيفه من بعد في مكه. والصحابه اللي جاوا من بعد محمد واصلوا على ذلك المنهج، منهم ابو بكر ومنهم عمر خاصه، نظف المدينه من الخمر بيعا وشراء واستعمالا. صحيح بقى معناتها ولات نتاع عمر في مناطق اخرى كما قلنا البحرين وغيرها يعني يشربون الخمر، ولكن عمر كان شديدا في تحريم الخمر وفي التعزير به والحد به، يعني ب80 جلده كما سوف نذكر في الفيديو القادم. اذا المساله واضحه لا تحتاج الى شك. اما الاشخاص القليلين الذين يريدون ان يحللون الخمر او يجعلونه مكروه سوف نتكلم عليهم معناتها في الفيديو القادم. هذم هما الأربع آيات بصفة عامة اللي يتكلموا عن الخمر، ما فما حتى تحليل للخمر في القرآن، وإنما هناك سكوت عنه، وهو في الأصل عند أغلب الفقهاء فهمتوا علماء والصحابة إنه محرم في الأصل، وإنما الإبلاغ بحرمته كانت بتدرج في فترات مختلفة عندما بدأت تتكون الدولة الإسلامية. نظن الفكرة واضحة، ونواصل مع فيديو رابع المرة الجاية باش نتكلموا من الناحية الفقهية وشنو رأي العلماء وكيفاش وصلوا للحكم نتاع الحد أو التعزير، وشنو الخلافات من بيناتهم من بين السنة والشيعة بصفة عامة. نجم نقولوا السنة والشيعة متفقين في مسألة الخمر، ما عندهمش خلاف، يعني عندهم نفس الفكرة إن الخمر حرام بالقرآن وبالسنة وبالأدلة كلها اللي موجودة في الفقه الإسلامي. إذن مع فيديو قادم وبسلامة وبسلامة.